ابنه أيضا ألقي القبض على ابنه. أعتقد أن الابن هو العقل المدبر. هناك نظرة، هناك نظرة شريرة في عينيه ولا تعجبني. لكن لا أرى أي دليل على كلامك. انسى الأدلة، أنا أتبع حدسي، وحدسي يقول لي إن هذا الرجل هو الماتشو. احبس واحبس ابنه، لا تنسى أسر ابن الصبي يثير شكوكي. آه يا إلهي. لكن على الجانب مجنون المشرق للأمور اكتشف جرو أثر للبصل في نادي إيجل للشعر. أمر شيق. نعم، وتعرف من حقق هذا الأمر؟ ها؟ هذا الرجل أنجز مدهش. لا أعني نعم، لكنه ليس هو، إنه الماتشو سيد جرو. رجاء. لا إنه هو، وسأثبت لك الأمر. جرو انتظر. إنه مقتنع بأنه الماتشو. هل لاحظ؟ علينا مراجعة أيام الإجازات التي تحصلون عليها. لا أستطيع العثور على أحد منكم. أعترف لك، كنت متوترة بشأن الليلة. الكثير من المخادعين في كل مكان. نعم، أتفق معك. إذن أتمارس الرياضة؟ حسناً. يبدو أنك لا تفعل، لكن أفكرت في الأمر. اللياقة البدنية مهمة لشانون، كما ترى بنفسك. ها؟ أرى بالطبع. رشيقة. نحن في مطعم، أتعرفين؟ أهلا، طلب باسم لوسي. لحظة واحدة. الأكل طعمه لذيذ حقا؟ لكنك مختلف تماما. حسناً، شكراً كثيراً. أعرف طبيباً يساعدك على التخلص منها، وستتحدث بصورة طبيعية. أوه، هل الطقس حار هنا؟ كيف هو الطعام؟ انتظر لحظة، لا أصدق، هل هذا شعر مستعار؟ ماذا؟ لا أعتقد هذا. كنت أعرف أنت مخادع، أكره المخادعين. ماذا؟ لا، هذا شعري الطبيعي. ليس شعرك، سأنزع هذا الشيء من على رأسك وأوري الجميع رأسك الأطلع أيها المخادع. لا أعتقد أيتها المزعجة. سيدتي، سيدتي، هل أنت؟ أهلا جرو. مرحبا لوسي، كيف حالك؟ يبدو أن صديقتك مرهقة للغاية، كأنها أصيبت بسهم مهدئ للوعول. نعم أغمز لك، لأن هذا ما حدث بالفعل. معذرة، ما الذي يجري هنا؟ هي نائمة؟